وفي إطار الزيارة الرسمية التي يجريها سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة محافظ المحافظة الجنوبية إلى اليابان، اجتمع سموه مع سعادة السيدة يوريكو كوكي محافظ محافظة طوكيو، وذلك مساء اليوم بمبنى محافظة طوكيو. أعرب سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة عن سعادته البالغة بزيارته لمحافظة طوكيو التي تتمتع بمكانة دولية بارزة، وأن هذه الزيارة تأتي لفتح مزيد من آفاق العمل والتعاون المشترك في مختلف المجالات، ومؤكدا سموه اهتمام المحافظة الجنوبية بالاطلاع على تجربة محافظة طوكيو اليابانية في مجال عمل المحافظات، كونها إحدى أكبر مدن العالم وتلعب دورا بارزا على كافة الأصعدة، ومنها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية، وذلك خدمة للدولة بوجه عام ولأفراد المجتمع بوجه خاص. من جانبها أشارت سعادة السيدة يوريكو كويكي إلى حرص بلادها على تقوية أوجه التعاون الثنائي مع مملكة البحرين الصديقة واستمرارية عقد مثل هذه الاجتماعات خاصة، منوهة أن زيارة سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة الخليفة هي الزيارة الأولى من نوعها لمحافظ من مملكة البحرين إلى اليابان، موضحة بأن مملكة البحرين قد خطت خطوات متقدمة نحو التطور والنماء في العديد من المجالات، حيث قامت اليابان بإدراج مناهج تعليمية عن مملكة البحرين في 35 مدرسة في اليابان. ولن يسعدني التواجد في العاصمة اليابانية طوكيو في ظل الزيارة الرسمية التي نقوم بها، وهي أول زيارة رسمية لنا منذ تولينا مسؤولية إدارة المحافظة الجنوبية، ولا شك أن هذه الزيارة كانت ناجحة ومثمرة بجميع المجالات، ولقيت وحظيت باهتمام كبير من ناحية اليابانية. ولا شك أن هذه الزيارة جاءت بدعوة من الحكومة اليابانية لزيارتنا، وهذه دلدل على حرص الجانبين لتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين واليابان. ونحن في المحافظة الجنوبية بفضل توجيهات سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعم سيدي صاحب السمو الوالد العزيز الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه، ومؤازرة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القاعد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، نحرص دائما لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والاهتمام بهم. ولا شك أن من ضمن المهام التي نقوم بها تعزيز الشراكة والعلاقة مع محافظات صديقة، ومن ضمن هذه المحافظات محافظتي طوكيو وكيوتو التي تعد محافظات كبيرة ولهم ثقل عالمي كبير، فلذلك تكوين العلاقة بيننا وبينهم يدل على أولا العلاقة الطيبة بين البحرين واليابان، ويدل أيضا على حرصنا لتعزيز العلاقات خاصة في الجانب جميع الجوانب. وما يميز هذه الزيارة حقيقة هو تنوع المجالات، فهذه الزيارة لله الحمد يعني المجال الاقتصادي، المجال الاستثماري، المجال الأمني، المجال الثقافي، يعني اللي كان نجح الزيارة فعلا تعدد المجالات التي رأيناها، فالتقينا بجميع المسؤولين من معالي وزير الخارجية إلى محافظ طوكيو وإلى رجال الأعمال اليابانيين، والآن محافظ طوكيو يعتبر يعني تعتبر المسؤولة عن أمن وسلامة وتطوير طوكيو، وكذلك صاحب السمو الأمير أكيشينو نجل جلالة الإمبراطور. كل هذه اللقاءات الحقيقة كانت لقاءات مثمرة وناجحة وتعكس أهمية الزيارة، وأتمنى إن شاء الله الاستمرارية التعاون نحو الأفضل.